مش هيتساب. وبالتالي لا يعني ان شاء الله لو الجماهير رجعت المدرجات بالكابستي بتاعت الاستاد كامله، اعتقد ان ده هي هي هيأثر كتير جدا في النتائج اللي هتبقى على ارضنا في الماتشات اللي هنلعبها سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك. طيب خلينا نروح لمداخله مهمه جدا مع احد نجوم النادي الاهلي، اللي يمكن هم بعيد شويه الفتره دي بسبب الاصابه، لكن ايضا لاعب بارز في صفوف الفريق وقدر ان هو يفوز بعدد كبير من الالقاب مع النادي الاهلي. سعد سمير، مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا امير، ومساء الخير على كل ضيوفك. اهلا بيك يا سعد، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام والله، بخير الحمد لله. طمنا في البدايه على رجلك، ايه الاخبار والتطورات ايه؟ والله كله تمام الحمد لله، شغال في البرنامج العلاج الطبيعي بعد العمليه وشغال بشكل كويس. والحمد لله يعني الدكتور طمني والامور ماشيه بشكل كويس، وهرجع ان شاء الله اكمل البرنامج بتاعي يوم 10/2 ان شاء الله. في المانيا الاول، هتروح المانيا وبعد كده ترجع على مصر؟ ها، هبقى في المانيا اكمل اسبوعين العلاج البرنامج، وبعدين بنزل بقيه البرنامج بكمله في مصر بعد شهر، وبعدين ارجع له تاني كده. يعني المده بتاعت الاصابه يا سعد بالتحديد كام شهر؟ لان في كلام كتير جدا بخصوص الفتره اللي هتغيبها عن الملاعب. لا، هو الدكتور الجراح محدد لي 6 شهور. 6 شهور؟ 6 شهور لو الحاله اتحسنت او الامور ماشيه بشكل كويس، على حسب الرؤيه ممكن المده تقل عن كده، لكن مبدئيا من 5 ل6 شهور يعني. ده امر جيد، وان شاء الله ترجع بسلامه للملاعب يا سعد، واكيد النادي الاهلي مفتقدك خلال الفتره الحاليه. بالتالي عايز اتكلم معاك بخصوص مباراه الامس، وشفت المباراه ازاي وتاهل النادي الاهلي لدور ربع النهائي؟ الحمد لله، يعني اهم حاجه النتيجه ان احنا صعدنا. نفسنا ان طبعا نصعد في المركز الاول، كان هيفرق معانا وان احنا نلعب المباراه الثانيه على ملعبنا، كانت هتدينا افضليه. لكن يعني قدر الله ما شاء فعل، لكن في ظل الظروف اللي كانت موجوده امبارح وظل الاحداث، مباراه كانت صعبه في احداثها. لكن على المستوى الفني طبعا احنا يعني النادي الاهلي او فرقتنا يعني عندها فوارق كبيره لصالحنا يعني. لكن الاحداث اللي كانت موجوده والاجواء كانت يعني كويس، ان لعبتنا خرجوا بشكل سليم وان هم رجعوا كويسين، دي اهم حاجه. فخطوه وانتهت، مركزين في اللي جاي، عندنا ماتشات مهمه سواء في الدوري او سواء في افريقيا، يعني انا شايف ان الموسم يعتبر ابتدى فعليا من دلوقتي. ابتدى دلوقتي؟ فجزء الاهم في الموسم، فده يتطلب ان كلنا نركز، ويتطلب ان كلنا يكون هدفنا الواحد هو الفوز ببطوله افريقيا، يعني هو ده الهدف الرئيسي. وانا شايف ان احنا لو مركزين في الهدف ده هنحققه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. انت يا سعد من اللاعبين الكبار مع النادي الاهلي واللي حققت بطولات كتير قبل كده، بما فيهم بطوله دوري ابطال افريقيا، عايز اعرف كلامكم كلاعبين كبار مع الفريق خلال الفتره الحاليه بيبقى ايه؟ قبل حتى ما انت تتصاب وكده، الكلام ايه؟ الثقافه بتاعت لعيبه النادي الاهلي ازاي بخصوص عوده هذا اللقب الغائب عن الفريق يعني؟ والله يا امير، يمكن يعني النادي الاهلي في ميزه ان هو عنده مجموعه كبيره من اللعيبه او عنده مجموعه من اللعيبه القدام اللي فازوا بالبطوله الافريقيه ولعبوا كاس عالم انديه ويعني ولعبوا سوبر افريقي، فعاشوا التجربه دي كذا مره، اللي هم يعني شول كريف كروم سعد سمير وكمان يمكن الخمسه دول الموجودين اللي فازوا ببطوله افريقيا ولعبوا كاس عالم انديه وشاركوا في البطولات. فاحنا دايما بنقول للعيب يعني قيمتك في النادي الاهلي تبتدي يبقى ليك قيمه واسم في النادي الاهلي من بعد الفوز ببطوله افريقيا. قبل كده كل ده انت لعيب عادي، في الاول وفي الاخر انت لعيب عادي، طبيعي ان انت تكسب الدوري، طبيعي ان انت تكسب كاس، طبيعي كل ده عادي يعني. لكن بيبتدي يبقى ليك اسم وتاريخ في النادي الاهلي لما بتكسب بطوله افريقيا، لما بتروح كاس عالم انديه، بتلعب كاس عالم وبتحقق هناك. يعني احنا خدنا طبعا الجيل اللي خد ثالث انديه كان هم الجيل الاكبر مننا، احنا وصلنا خدنا رابع بعد كده. فاحساس ثاني خالص ومختلف، وبتحس ان انت في الاجواء دي ان انت لعبت كوره بجد. بالظبط. واحساس الفوز ببطوله افريقيا مع النادي الاهلي ده ما يساويش اي حاجه ثانيه في الدنيا يعني، ده اغلى لقب انا بشوفه يعني. ده اللي بنقعد نقوله بنكلمه، لان احنا عندنا عدد كبير من اللعيبه اول سنه ليها او ثاني سنه في بطوله افريقيا. بالظبط. فبنحاول ننقل الكلام ده كله عشان ده مهم يعني. واسم النادي اللي انت بتلعب له يخوف اي حد مهما كان المنافس، اسم النادي الاهلي لوحده يخوف اي حد. فبالتالي طبعا انت من الانديه اللي ليك تاريخ وليك ماضي وليك اسم كبير وليك حاضر ومستقبل كبير. فمن خلال العوامل دي كلها لازم تبقى انت شخصيه قويه جوه الملعب، هو ده اللي يفرقنا عن اي حد تاني، ان انت تبقى شخصيه قويه. فده اللي بنتكلم فيه دايما يعني. طيب البعض بعد مباراه امبارح يا سعد بيتكلم على ان الاهلي بقى تاني لمجموعه، فبالتالي هو هيقابل مازيمبيا او سان داونز او الترجي، ففي تخوف عند البعض بخصوص
هذه المواجهات التي قد تحدث مع النادي الأهلي، ثقافة برضو لعيبة النادي الأهلي وبيفكروا إزاي بخصوص الجزئية دي تحديدا؟ احنا يعني تفكيرنا مرتبط بالقرعة. يعني ما فيش، يعني انت مش ما عندكش حرية الاختيار. ودايما احنا بنقول الاختيار اللي بيجي لنا بيبقى هو ده الاختيار الانسب. كويس. اللي هو ده اللي هيناسبنا، هو ده اللي من خلاله ان احنا هنوصل للهدف الثاني اللي هو توصل الدور قبل النهائي. الحاجة الثانية لما تيجي تصنف الفرق كلها، انت ما فيش ايدك ان انت تختار او ما عندكش حريه الاختيار، لان الفرق كلها قويه. وهو مش طبق في حاجه حلوه هتاكل منه والطبق الثاني ما فيهوش، لا الاصناف كلها زي بعض. فمش هتفرق اي فرقه من اللي انت هتاخدها قد ما هيفرق انت عايز ايه. كويس. انت عايز تكسب هتكسب مهما كان المنافس يعني. وطول مره بنقول في النادي الاهلي كده، المشكله بتبقى عندنا احنا مش عند المنافس. المشكله لو انت عايز تكسب وعايز تحقق الهدف هتحققه ان شاء الله، يعني بتوفيق ربنا وبشخصيه الفريق البطل وبشخصيه النادي الاهلي يعني. ده امر مهم جدا. بالتالي النهارده عايز اخد رايك في جزئيه مهمه، او مش رايك يعني تعليقك على تصريحات شريف اكرامي ونهايه الموسم بالنسبه له هيكون اخر موسم مع النادي الاهلي. كلامك عن شريف ممكن يكون ايه او رايك في اللي قاله يعني؟ والله يا امير انا ما اعرفش يعني. كنت لسه بتمرن ولسه مخلص، يعني لسه يعني قبل ما اكلمك عرفت. عرفت التفاصيل. بس طبعا شريف من الناس اللي يعني على المستوى الشخصي، الناس القريبه على نور. يا ريت يا سعد تتحرك يمين او شمال شويه بس عشان نسمعك، الصوت بيقطع معانا يا جماعه. سعد هنحاول نرجع لسعد سمير تاني، احد نجوم النادي الاهلي الكبار والجاي.